كمان كده كويس قوي. كفايه عليا كده. ايه ده؟ حكم السن بقى وعجزت وكبرت؟ عجزت ايه يا واد؟ تحب اقوم اوريك؟ خلاص خلاص يا عم. اعمل لك كاس. بجد كفايه عليا كده بقى. لسه عندي طياره. وبعدين هسافر الغردقة واوصل متاخر. مع ان عندي ميتنج مهم قوي في الاوتيل هناك بكره. هتقعد قد ايه؟ لا يمكن اطول المره دي شويه. ليه يعني؟ واخد ترامادول؟ استظرف ولا ايه؟ طب هتقعد قد ايه؟ يعني حوالي اسبوعين ثلاثه. عايز ابتدي اركز في شغلي بقى وعايز اخلص حكايه الارض بتاعت سفاجه دي. كمان عايز اقعد امخمخ في الموضوع اللي احنا داخلين فيه. دي عمليه كبيره قوي قوي يا ادهم وانا قلقان منها. عشان كده انا مش شايف اي زوم اللي انت عايز تعمله النهارده ده. ليه؟ الحكومه بقت مفتحه عينيها عليا قوي يا ادهم. عشان كده انا مش شايف اي سبب ان احنا نغامر بعمليه صغيره زي دي. مليون دولار صغيره؟ ده في ناس بتقعد تستنى طول عمرها عشان عمليه زي دي. سافر يا عزام بيه. تلاش. عمهم احنا مش قلنا تيجي لوحدك؟ معلش يا ابو ادهم، ده السواق بتاعي مش حد غريب. اصل عربيتي الجديده في 9 عادي، وانت عارفني بقى انا في السواقه مش قوي. طب فين الفلوس؟ في العربيه. ما تخلص يالا. ايه ايه ده يا عم؟ لوحدك الكاميرا الخفيه. عاوز تذيع قول ذيع، مش عاوز هنذيع. بتضحك؟ طب هتضحك اكتر بقى لما تشوف المفاجاه اللي انا عاملها لك. كامبا حبيبك. اصل اخوك كامبا اول لما عرف اني جاي قبلك شبت يجي معايا، قعد يحلفني طول الطريق محدش يخلص عليك غيري. معلش، اصل الواد شايل منك قوي من ساعة ما شايلته في وشه، وانا بقى العربية دي تخصني، اصلها اوتوماتيك. Thank you.
صباح الخير يا عم محمد. صباح الخير يا استاذ باشا. لو بشيني منتظر حضرتك في المكتب. حاضر، قول له انا جاي له على طول. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا سراج. تعال اتفضل. ايه الاخبار؟ الحقيقه يا فندم انا لسه جاي من الموقع. ادهم طراف مات. طيب كويس، اعتقد ان كده اهم دراع عند عزام انكسر، وده اكيد هيسهل مأموريته. بالعكس، بعد اذن سيادتك، انا شايف ان ده ممكن يقلق عزام، خصوصا ان كل تحرياتنا بتقول انه بيصفي كل اعماله وشركاته في مصر. طب انت بتفكر في ايه؟ انا شايف يا فندم ان احنا لازم نستغل اللي حصل ده لمصلحتنا، علشان كده انا عتمت على الخبر لغايه ما نشوف هنعمل ايه. في الفتره دي انا هجمع كل المعلومات اللازمه عن عزام ابو الفضل. لا لا عزام، انا زعلان منك. كان جوع عشب يا راجل. يا مراد، الارض دي احنا اتكلمنا عليها من 5 شهور، دلوقتي تمنها زاد الدبل على الاقل، وانا جالي فعلا عروض من كده. وبعدين تعالى هنا، انت لو كنت مكاني كنت هتبيعها بسعر اقل عشان خاطر العشم يعني. حاجه غريبه والله. خلاص يا عزام، احنا كنا قايلين 18 مليون خليهم 20. 18 ايه و20 ايه بس يا مراد؟ انت ما بتفهمش يا اخي. مش عزام في انسه عايزه حضرتك. مين؟ مش عارف، يا ريت عزام ضروري في شغل. خليها تتفضل. سوري، مديرة أعمال مستر جاسم. آه. اتكلمنا بالزف في التلفون، ولكن أول مرة كانت لقى معك وجه لوجهك. أهلا وسهلا، خير؟ عارفة أنك مشغول، ما غاديش نطول عليك. مستر جاسم بعتني باش نخلص معك الموضوع دي الأرض سفاجة. نتكلم عادي؟ طبعا، أستاذ وراث صاحبي من زمان، ممكن نتكلم قدامه. سيبا دلوقتي، إحنا كان آخر اتفاق بينك وبين مستر جاسم كان على 28 مليون، وحضرتك طلبتي وقت باش تفكر. مسيو جاسم قرر انها تكون 30 مليون ونحولها لك اليوم تحويل بنكي. ايوه بس يعني الصراحه مسيو عزام، مسيو جاسم مأكد عليا ما غاديش نمشي من هنا اليوم بلا كونترا. انت باغي تطردني ولا شنو؟ لا لا لا، كفالة الشر، بس يعني انا بقول انه في شبه اتفاق. نقدر نعرف هذا الاتفاق بكم؟ نفس الرقم تقريبا. داكور، يعني نخليها 32. 35 اخر حاجه بون بري، وانا جبت معك من الاخر زي ما بتقولوا. اكسكيوز مي، فيري امبورتنت فون كول. وي وي جو فيزون بري. واتف طيب، اقفل اقفل، هي بتطلبني دلوقتي. الو الو، لا وصلت ل 35. ايه الدخله دي؟ مغربيه صايعه؟ ده اقل واجب مسيو جاسم. أنا مش قادر أمسك نفسي من الضحك حبوب. شوف مسيو، عندي فكرة، ناخذها حق انتفاع 10 سنين قابلة للتجديد. ماشي كتير عليها، صدقني احنا اللي كسبانين. خليكي رابطة على الأرقام دي، ها؟ جدعة بنتي، يلا أنا جاي لك دلوقتي. أوكي، باي. ده الكارت بتاعي، وأتمنى يكون في بيننا وبين بعض بزنس. وي بيان سور، ميرسي مسيو مراد. سوري. شنو قلتي؟ 35؟ شوف عندي حل يرضي الطرفين، ناخذها حق انتفاع. سوري بقطع كلامك، بس هو مفيش حل تاني. عزام بيه بس محرج يقول لك ان هو خلاص بقى. الكلام هذا بصح؟ صح. في جميع الاحوال انا مش صاحبة القرار. غادي نقول الصورة لمسيو جاسم كيف ما هي، ولكن انا متأكدة انه ما غاديش يكون مبسوط نهائيا. سوري. سي با غاف، نايس تو ميت يو. ثانك يو. سبحان الله يا اخي، سبحان الله. سمعت بقى بودانك؟ طب 25 ويلا اطلعوا تاني. هتقولي 25 يا انسه؟ طب 30 بقى وخلصني. بلاطك عندي بخساره، بس هقول لك ايه، صاحبي بيرفكت. هاي برافو. ميرسي. بس اللي انا مستعجب له فعلا بقى، ازاي البراءه دي يطلع منها ده كله؟ ده انت جن مصور. حضرتك عارف ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشان الشغل، وبعدين حرام بصراحه صفقه زي دي كانت تروح بالمبلغ اللي هو عايزه ده، وانا عارفه ان لو كان ضغط على حضرتك كنت هتوافق. بس بيني وبينك انا اتكيفت قوي من حكايه المغربيه دي. طيب انا همشي بقى.
طب بقول لك ايه؟ استني نتعشى مع بعض. مش هينفع والله، انا كنت جايه بس سلام على حضرتك قبل ما اسافر، وهكلمك اول ما اوصل مكتب القاهره. اوكي. ايه ده؟ ده مراد بيتصل. طب ردي ردي عشان خاطري ردي. ميسي مراد، كنت حاسه انك هتكلمني اليوم. وي وي بيان سور. تم العثور على جثه ادهم امس في الثامنه صباحا. لقينا العربية دي في مكان قريب عند ورشة تصليح مراكب، وكان فيها جثتين، ولقينا كمان في نفس المكان ثلاث جثث، ولقينا آثار إطلاق نار. واضح إن ده كان مكان التسليم، وواضح كمان إن الصفقة باظت، لأن إحنا لقينا شنطتين. الشنطة الأولى كان فيها المخدرات، الشنطة الثانية كان فيها مليون دولار. الحقيقة خلاص اطفي يا ابني خلاص. الحقيقة أنا فضلت مطبق من ساعتها بحاول أفكر إزاي نقدر نستغل حادثة موت أدهم لمصلحتنا، لغاية ما توصلت الفكرة، وهي إن إحنا نلاقي شخص شبه أدهم بالظبط، نزرعه في وسط كيان عزام يبقى عميل لينا، وبكده نقدر نقبض على عزام أبو الفضل متلبس. معلش يا فندم، أنا عندي سؤال. أمور. هو حضرتك كنت مطبق على القضية ولا على روتانا سينما؟ نعم. اصل يا فندم الفكره اللي انت بتقولها دي اترست في 300 فيلم عربي قبل كده، من ايام نجيب الريحاني، سلامه في خير، وسي عمر لغايه كتكوت. ده غير الافلام الاجنبي بقى، شبيه التنين والتنين البديل وعوده التنين الندل. شفتهم كلهم على فكره، وده اللي مخليني متمسك بالفكره اكتر، لان من كتر ما اتهرست محدش هيفكر ان احنا هنعملها تاني، وده اللي خلاني اسمي المهمه لا تراجع ولا استسلام، بين قوسين القبضة الدامية. أنا ما ضيعتش وقت، بعدت أجيب أكبر خبير تجميل في العالم علشان يساعدنا في المهمة دي. المهم دلوقتي إن إحنا نكثف جهودنا في البحث عن شخص يكون شبه أدهم بالظبط. أنا من البداية يا غربة بتحمل وخلاص كفاية، صعب ان انا اكمل، انا من البدايه يا غربه بتحمل وخلاص كفايه، صعب ان انا اكمل. يا حسن قوم يا حسن قوم يا حسن قوم. يا عم القبطان، انت بتعمل ايه يا ابني؟ برجع الشريط من الاول عشان ضروري الترجيع باظ. طب يلا اجهز بحاجتك كده عشان انا قربت. بجد والله إيه؟ ابارك دعاك يا امه. انت مش ناوي يا ابني تنزل ايطاليا زي زمايلك كده بدل اليونان؟ يا عم دي شباب عويله وهبل يا عم. ايطاليا ايه؟ اليونان دي بلد الاحلام كلها. انت ما شفتش فيلم النمر الاسود؟ شفته، بس اللي كان في المانيا. يا عم لا يا عم، فيلم النمر الاسود بتاع احمد زكي اللي كان طالع فيه ملاكم وبالاماره المدرب بتاعه كان يوناني واسمه كوست، وكان احمد مظهر اللي مثله باين. ايوه ايوه، كان يوناني صحيح بس كان بيتصور في المانيا. قول والله. والله انا اسود. ايه في ايه يا ابني؟ امي بعت كل اللي حالتنا وعملت جمعيه وقبضتها الاول عشان تسفرني اليونان، وبعد ده كله يطلع احمد مظهر الماني. طب والنبي يا عم نزلني المانيا يا عم، يا رب ابوك يروح يحب. يلا جهز بحاجتك، اليونان قربت اهي. يلا اهي هناك اهي، يلا عشان تكون انت على البحر وتروح. الله. طب بص يا قبطان، بقول لك ايه، انا هاخد حاجتي كلها بس في حاجه مش قادر اخدها. ايه هي؟ في الباس لسه واخده في امريكا حالا دلوقتي، خايف اخده معايا لاي كامب. الباس ده بقى ايه؟ امانه في رقبتك اليوم الدين. ماشي يلا يا ابني ماشي. يا عم في ايه يا عم؟ يلا مليونين بقوا
شمعنا كده ليه؟ عندهم فريسكا زينا يا خواجة. فريسكا مرحبا بك. كلا بوليس تلا عمرك دخلت مصري ويا ما تغرقنا يا عم. انت ربنا بعتك لين السما. بقول لك ايه، ما تشغلني معاك اي حاجه ربنا يخليك يا عم. اتكل على الله فكك مني يا عم. احنا مصريين زي بعض يا عم، بقلبنا على بعض. بدل من الخواجه هتتحكم فينا يا عم. اتكل على الله سيبني اشوف سوقك لعيشي. بقول لك ايه والنبي، اخوك بقاله 4 ايام في عرض البحر وما اكلتش حاجه. ما تجيب واحده سمسم واحده بن يا عم. تبقاش بقول لك اتكل على الله على ابو دمه. لا لا الله، احنا طب العرب في الغربه بناكل بعضينا. انا جائع. بوليكا طا بوليكا طا. عايز ايه انا؟ ده ايه السيبه السودا دي؟ امال لو كنت نزلت بلطيق. بقول لك حاجه والنبي جعان. لا في نسبه محشي والنبي. لا 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 الله يا ولية. بقول لك جعان عايز صباع محشي. خلي عند اهل الدم. اهل بدر وافك ما كنت تواد علي الادب. يا لهوي يا لهوي. معقوله؟ انا مش مصدق. زي ما قلت لك كده يا نسا جرمين، احيانا الحقيقه بتبقى صادمه. انا فعلا كنت شاكه ان عزام بيعمل حاجه غلط، بس قلت اخره يعني اثار سلاح، انما مخدرات؟ ولو اثار وسلاح عادي يعني؟ لا طبعا مش عادي، بس المخدرات مضره. اتس مخدرات. وبعدين هو حضرتك بتقول انا المعلومات دي ليه؟ احنا محتاجين مساعدتك في الايقاع بعزام. مساعدة ايه حضرتك؟ انا بعد اللي شفته ده مش ههوب ناحية عزام ده تاني اساسا. انسة جرمين، انا شرحت لك كل ده وكشفت لك عن معلومات سرية في المهمة لاني واثق فيكي. بس انا ما اقدرش اعمل حاجة زي دي خالص. انسة جرمين، لما تعرفي دورك في المهمة هتتأكدي انه بسيط جدا، ودي اقل حاجة تقدري تعمليها لبلدك مصر. يا حبيبي يا ابني، وبعدين؟ بس يام، عقبال ما شالوا الولايه المفتريه دي من فوقي لقيت نفسي في الاسم، وهناك بقى فطموني على كل حاجه. قلت لي الكابتن ده اساسا مش كابتن، ده راجل نصاب. وقلت لي نزلني اصلا في بلطيم. اليه يشقى ما يلقى، وبعدين يا حبة عيني. بس صعبت انا على الظابط اللي هناك، قام جاب لي مشبك وركبني ميكروباص من اول الشارع. ربنا يحميه لاهله. مشبك؟ هو في اليونان مشبك يا ابني؟ يا اما ما تصحي معايا يا اما طوائي يا اما. بقول لك نصاب وبلطيم. لا اله الا الله. يعني ايه؟ يعني ال 8000 جنيه اللي حيلتنا راحوا؟ يا ميلة بختك يا ميار، لحظك المنيل يا ميار. يلا معلش، كله فداك يا حبيبي. المهم الحمد لله على سلام. الحمد لله على سلامك. حاجه الامس يا حبيبتي. يا اختي جمال يا جمال، يا اختي الحارسه انا اجيب لك لقمه تاكليها. يا اختي بغني يا اما تاكليها. الو لي يا اما، هو انت ليه سبتي الشقه تحت وطلعتي العيشه فوق؟ عاجبك كده؟ وانا واقف تحت قابلت الواد دايما ابن احلام كرايه بيقول لي امك في العيشه ولا طارت؟ عمى في عينه، الهي ما يوعى. بص يا حزلقوم، انا كدبت عليك بصراحه كده، في سر كنت مخبيه عنك وعايز اعترف لك بيه. يا بقول لك يا اما، البوق ده كل ما امي بتقول لابنها بيطلع في الاخر مش ابنها، وتطلع ايه لقيته بقى في قريه 30 قصاد جامع؟ لقيت انا والحاجات ده ايه؟ انت عبيط يلا. الله يخرب بيت الافلام اللي بوظت مخك دي. ما تخلصي يا اما بقى وتروحين وما تلعبيش مع اصحابي. بصراحه بقى انا ما دخلتش جمعيه ولا حاجه. انا جبت لك ال 8000 جنيه دول خلو رجل من صاحب البيت. سبت له الشقه واجرت العشه دي. ده اسمه كلام يا اما؟ وانت عشان تسفريني تقومي ترمي نفسك في الشارع؟ والله يا ابني لو كان بايدي اعمل لك اكتر من كده لكنت عملت. انت عارف اللي فيها. اورثناش من اهالينا غير الضغط والسكر والمرار. يا يما حبك وحشني قوي يما. تعرف يما الكام يوم اللي فاتوا دول عدوا عليا كانهم سنه. ما تخافيش يما، وحق رميتك في العيشه دايما هسكت. انا عارف مين اللي هيجيب لنا حقنا. ضيفي النهارده حاله غريبه، نتاج محاوله جديده من محاولات الهجره غير الشرعيه. اهلا بيك استاذ حزلق.
قوم حزل قوم حزل قوم حزل قوم على بعضيها بقى حزل قوم. معلش ما اعذرني الاسم غريب شويه، فقبل ما ندخل في الموضوع يا ريتك تقول لي يعني ايه حزل قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي تكسرت الاقاويل في المنطقه ده يعني، وانا عيل صغير في المدرسه كانت العيال بتقول لي ان حزل قوم ده اسم اله المشمش عند الفراعين. بس طبعا طلعوا العيال بتشتغلني وبتاع عشان شعري برتقالي، وانا صغير كان برتقالي اكتر من كده كمان. ولما كبرت شويه الحسن الموضوع ده اهو. واد جاري اسمه ايمن ابن احلام قراويه، الواد ده فتح سايبر وجارنا. قال لي ان شعراء الجاهليه بيطلقوا الاسم ده على بيض الصبيط. بيض الصبيط. طيب بص، ما علينا من الموضوع ده، احكي لي استاذ حزل القوم انت حصل معاك ايه بالظبط؟ والله يا باشا، هو في راجل اسمه القبطان. طلع في الاخر القبطان ولا حاجه. الراجل ده خد مني من مجموعه شباب كل واحد 8000 جنيه على اساس انه هيسفرنا بقى بره وكده. وقعدنا 4 ايام في ارض البحر ناكل ولا ميه. 4 ايام؟ والنعمه الشريفه دي على عينيا يا باشا. صادق صادق، بس بصراحه يعني ده شيء لا يتحمله بشر. ولا بني ادمين يا باشا، ولا بني ادمين. بعدين قال لي ايه؟ قال لي بص تعالى يا حزلقوم، اليونان اهي، نط قوم الحبه ده اهو. نطيت لقيت نفسي بلطيم. في بلطيم؟ طب ما كان نزلوكوا في مارينا احسن. يا استاذ معتز بقى ما يصحش. معلش لا ما تروش عليا يعني. لا 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 معلش، انت حبيبي يا حزلقوم. انت برنس. المركب اللي انتوا كنتوا عليها دي ممكن يبقى فيها مثلا علامه مميزه عشان نساعد في عمليات البحث؟ لو عايز علامه مميزه هو حضرتك في لمؤاخذة البث، انا كنت اصلي مغسل على سطح المركبه. يا عم انت على الهوا، ربنا يخليك يا باشا. انا قلت نكمل. لا مش هينفع كده، هناخد فاصل ونرجع تاني. انسه اشجان، لو سمحتي عايزك تترجمي الكلام اللي هقوله ده حرفيا لسياده الخليل. اوكي. عاوزك تقولي له ان بعد المجهود الخرافي والشاق اخيرا قدرت اتوصل الى اكتر 5 اشخاص شبه ادهم. انا هعرضهم عليه دلوقتي واخليه يشوف صوره. بيكيتشر ناو ريجارد لا، وانت تشوز منهم. اوكي. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. شغل يا ابني. No. 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 Go back. No. ما مش عاجبينه ولا ايه؟ ده احنا دخنا عقبال ما جبناهم. مسيو قال ايه فوتر اوبريسيون؟ I don't know. I'm not sure. They all suck. بيقول لحضرتك ولا واحد فيهم نافع، كلهم لا مؤاخذه شمال، ايه القرف اللي انتوا جايبينه ده؟ هو مش خبير تجميل ولا ايه؟ ما هو كده مش فاضل غير ان انا اجيب له ادهم نفسه. I have to go to toilet. بيستأذن يفك ميه عشان محصور. نعم. محصور. اتفضل. جو بيت بي. وبعدين يا حسام؟ والله بقى يا فندم الراجل ده شكله لا جامد ولا حاجه. لا اسالني انا، وانا بلوك معاه عرفت ان هو اللي عامل مكياج فيلم مملكه الخواتم. ياس ياس يا فندم. جايز كم اون كم اون يا فندم. احسيني بس اسمع، قعدنا كلنا وعملنا البحر طحينه واخدنا خازوق احنا بقى. ايوه بس ده مش شبهه خالص. مسؤولين كتير بيتابعونا، وانا عايزك تستغل الفرصه دي علشان توجه كلمه للساده المسؤولين. تقول لهم ايه؟ اقول لهم انا من مكاني هذا عايزك تقدم ببلاغ للسيد النائب العام ده كل من وزير الخارجيه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ومين كمان ومحافظ بلطيم. اقول لهم يا حكومه من الاخر كده، حق الست الغلبانه ده ايه اللي هي امي في رقبتك انت يا حكومه. ماشي. انا متعاطف معاك على فكره جدا. ما حاجه تعصب يا استاذ معتز، ما ينفعش الكلام ده. اعصابك هدي اعصابك، انت بتعمل ايه؟ ممنوع ممنوع السجاير هنا. ممنوع يا حبيبي ممنوع. اطفيها. بعد اذنك يا نسي اشجان، اساليه كده اذا كان متاكد من اللي هو بيقوله ده. This boy is real. Yes, his bone structure is perfect. بيقول لك جمجمته لوز اللوز والشاسيه بتاعها حنين، هتطبع معانا على اي قالب وبسرعه. لا بعد اذنك قولي له احنا محتاجين حد محل ثقه، مش فكره لوز اللوز وخلاص. ما ينفعش، احنا محتاجين حد محل ثقه. نو ذس از ماي كونديشن. بيقول لك ماليش فيه. ايوه استاذ حزلقوم.
على حسب يعني. مين حضرتك؟ انا نقيم اكرم عبد الوهاب. حكومه واكمن يا باشا، قلت رايي في البرنامج بصراحه يعني. طب وتقبض عليا ومعتقل وكلاب ولف وكهرباء والحاجات دي؟ اتفضل معانا برضك. اتفضل معانا. ماشي يا باشا. ثانية واحدة يا اما. لو حط قرب مني هتبقى هتبقى امك يا ابن العبيط. يا اما بوظت الخطة يا اما، ما يعرفوش انك امي. هتقول يا على فكره يا باشا، استاذ معتز الدمرداش هو اللي وزني اقول كده في البرنامج، ولما رفضت ضربني وكهربني. بس يانا. حاضر يا باشا امرك. بص حلق زوم. لا لا حزل قوم يا باشا حزل. بعد كده قوم قوم زي قوم يا اف. قوم ايه؟ ايه اف. بص يا حزل، بص يا ابني، انا اعرف عنك كل حاجه، احلامك اسرارك حتى الحاجات اللي انت مخبيها. لا قصدي حضرتك المجله السكس اللي مخبيها تحت المرتبه دي مش بتاعتي، دي بتقعد كان معايا في المدرسه الابراهيميه وبعد كده وانا رايح السعوديه. مش ده اللي احنا عايزينك فيه خالص. احنا عايزينك تساعدنا في القبض على اكبر تاجر مخدرات في مصر. اه يعني انت عايزيني اذكر منه ورقه دانجو وسيب برشام، واول ما يطلع الحاجه اقوم ايه مسقف لكم انتوا كبسين؟ طب اقول لك خلاص، انت دوني ايه مسدس ومدخل عليه ولا ولا انا مش مواطن انسان طبيعي ولا انا حكومه ولا على قولتك انت في الميكروفون كل سنه بنعكسه المكان محصر يا ولودي. انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بجود. لا تجود ولا تتميل، انت تخلص خالص وتسمعني. اتفضل. تاجر المخدرات ده اسمه عزام ابو الفضل، دراعه اليمين اسمه ادهم، ودراعه الشمال اسمه اشرف. اقصد يا باشا ادهم ده اتقتل، احنا جايبينك علشان نعمل فيك شويه تعديلات ولغايه ما تبقى نسخه منه ونزرعك مكانه علشان تساعدنا في القبض عليه، فهمت؟ والنبي انت يا برنس، دي اصعب اللي انا قلتها، ولا نكلف نفسي ده ولا نجيب ميكروفون ولا ننجز مخدرات. اصعب يا باشا. يعني مستعد؟ طبعا مستعد يا عم، ده حوار سهل يا عم، اي عيل سيس ممكن يعمله. انا كنت مفكر يعني انتوا عايزيني افجر لكم سفاره، اولع لكم في حاره، اذبح لكم وزاره. تفجر ايه يا ابني وتولع ايه؟ هو الموضوع سهل. عزام ابو الفضل ده من اخطر الناس في مصر. خطر خطر يعني؟ طبعا. يعني اخطر من غسان مطر؟ غسان مطر؟ غسان مطر مين يد يا ابني؟ لا 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 الله، في ايه يا عم؟ استغفر الله. يا ابني انا بكلمك في راجل بيهدد امن البلد، فاهمني؟ حار اسود. بس ده موضوع كبير قوي يا باشا. شفت بقى؟ اه طب عدم لا مؤاخذه يعني، هو الموضوع ده هنعمله حبي ولله في الوطن ولا في مصلحه؟ هنديك مكافاه ماليه. طب بص يا باشا، انا هاخد بالصلاه على النبي كده شكل راكب مواصلاتي باريزه 10000 جنيه واخدهم دلوقتي. هم 9000 جنيه بس وبعد ما المهمه ما تخلص. طب ما لسه البلد مش ثانيه يا برنت. انا في الوكاله فاتح لك بقاله بتنقي رنا. يا عم الكلام مخبوطه يا عم. هم 9000 بس، مفيش جنيه زياده هيخرج من خزنه الوزاره. قلت ايه؟ اشتريت يا عم. وتعمل حسابك هتقعد معانا فتره طويله، مش عايز مخلوق يعرف انت بتعمل ايه، حتى امك. بس دي امي يا باشا، ما ينفعش اقول لها ايه راح فين جاي منين. تقول لها اي حاجه بقى، تقول لها بشتغل غطاس مجاري. ايه ده جبتها ازاي دي يا باشا؟ اللهم صل على النبي، دماغك دي المصاط. شكرا. قبل ما نبتدي في شخص مهم لازم تتعرف عليه. ازيك يا نيسا جرمين؟ الحمد لله. ما تقعد يا ابني، اقعد يا ابني. الأنسة جرمين شغالة مع عزام في شركته، هي دي أكتر واحدة هتقدر تفيدك علشان تعرف معلومات أكتر عن عزام وأدهم. بسم الله ما شاء الله. ثانية واحدة، هو ده اللي هيبقى مكان أدهم؟ إن شاء الله ما بير مقاطع، هي بينها هتبقى مهمة زي العسل وهتبقى فتحة خير إن شاء الله. لا يمكن، ده مش هينفع خالص. لا 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 ما تستهدي بالله يا نيسا، ده حتى قطع العيش وحش، ايه اللي مش هينفعك؟ يا فندم ده مش شبه ادهم اصلا. قلت كده والنعمه، قلت كده. الخبير النمساوي اول ما شافه ومن وسط 80 مليون مصري قال لي هو ده والشبط فيه. اكسكيوز مي بقى، ده اكيد راجل مجنون. طب ما فيش حد تاني؟ لا بقى، ده نظام تطفيش، ده نظام تطفيش وانا عارفه كويس قوي. تقول لك ما فيش حد تاني فتمشوني، فتجيب لك هي ابن خالتها بقى ولا ابن عمتها وتقول لك خد الواد ده شبهه اكتر وتقعد تتمحلس لك. ما قال لك؟ قال لك الخبير اللي بنساوي شابط فيا وقامت. الله،
على رأي المثل هبقى راضي وانا فاضي. مالك انت قلنا فاضي ولا مش فاضي ولا القتال بيعمل ايه؟ بص يا فندم بيتكلم ازاي ده عزام هيكشف اول ما هيفتح بقه. وهي دي بقى مهمتك يا انسه جرمين، انك تخلي حزنقوم ده واسمه حزنبول. حزنبول مين يا اللي تتشك في بطنك؟ ولا احترم نفسك، انتوا جايبين له انهي داهيه ده يا فندم؟ ما تتلم يا بيت. بيت اه بيت وستين بيت. ولا بس يا ما عملت تتريق على اسمها ايه وانت بقى ده اسمك ايه؟ جرمين. وماله اسمي بقى؟ اسم صاي ازيك؟ لا انت محصله جيهان ولا انت محصله نرمين. اقول لك تسد يد وتحترم ذاتك وتقعد بقى. الله ما غلطك. بس اسكت ساكت، انا مش هرد عليك عشان انت حرمه. حرمه؟ ممكن ثاني يوم يا فندم لو سمحت. حضرتك انا قبلت العمليه دي تطوعا لما قلت لي ان دوري فيها بسيط، انما اني اساعدك تحول الكائن الفظيع قليل الادب ده لادهم، دي معجزه. انا عارف ان اللي بطلبه منك ده صعب، بس للاسف احنا مزنوقين في الوقت ومحتاجينك. شايف؟ ام سوري. طب عشان خاطر مصر، وده جميل مش هننساهولك ابدا، واحنا تحت امرك في اي حاجه، مش محتاجه اي حاجه. انا مره كنت راكبه صف تاني عند سمسمه. نعم كنت راكبه صف تاني عند سمسمه اللي في شارع الدقي قطع الشاورما. نزلت اجيب حاجه بسرعه، رجعت الضابط صاحب الرخصتين بتوعي. انا عاده ما بعملش كده خالص، فانت لازم تشوفوا الكحله اللي المهندسين بقت زحمه جدا، فالناس هتعمل ايه يعني؟ ايه في ايه؟ بيبقى تعمل ما تفهم هي بيقول لك هنشيل 10 ملي من القرى وهنسحب على فوق. هتل ويل اوبن هير تو بول تي سايز ان. اه وهنفتح ثقبين كده هنا ونعمل عروه يمين وعروه شمال. وانت شو ويت نيد ا كومبليتلي ميك اوفر. بيقول لك بالنسبه للفك هيتفور ونبعته يتخرط من اول وجديد. طب بقول لك ايه يا اسراك باشا، والنبي قبل ما موضوع يخرطوه يعني خلوهم يسيبوا لي رجلاش 5 ملي عشان اعرف اعضض. انتوا مجانين؟ ده انا مين حطيه؟ انتوا مجانين؟ بس حزلوم بس. وانت فينر ريبيت ذيس بارت. وبالنسبه للصبع ده مفيش اسهل من كده. ايه ده؟ انتوا هتركبوا لي صبع يا اسراك باشا؟ لا هنشيل صبع، لان الصبع الصغير في رجل ادهم الشمال كان مقطوع. لا يا ابو خال احنا ما اتفقناش على الكلام ده، ما ياكلش معايا الكلام ده. انا عوضك ماديا يا حزلوم. اه اذا كان كده ماشي، يعني بص على النبي كده شاكب راكب هاخد شنب 5000 جنيه. هم 4 بس. لا على فكره ده صباعي وانا مقدره ب5. ده صباعي. اسكت دلوقتي هنشوف الموضوع ده بعدين مش وقته. لو سمحت يا انسه اشجاني بطلي اللب ده بقى شويه واساليه الموضوع ده هياخد قد ايه؟ هاو ماتش كلوك؟ اي ثينك 1 داي بريبريشن 3 داي فور ذا ريست. بيقول لك يوم للعمليه وثالث شمع ما ينشف. انت متاكده من الموضوع ينشف ده؟ شورو يا نور. بقول لحضرتك ايه؟ انت ناويين امتى تبداوا في المرميه اللي في خليتي دي بمشيئه الرحمن؟ لسه في حاجات كتير لازم تتنيل تتدرب عليها الاول. انت بتعرف تسوق؟ والله يعني مش متاكد. انت عبيط يا ابني، ما هو يا بتعرف يا ما بتعرفش. ما انا ما جربتش اصلا. يبقى ما بتعرفش. مش انت لما جرب اطلع بعرف. يا ابن اللعيبه الواد ده كفايه يا باشا. مين الواد ده؟ ده اسمه عمرو ماكجايفر، ده اللي بيعمل الحوادث والمطاردات في معظم الافلام السينمائيه. وهو ده اللي هيعلمك السواقه. بجد يا باشا؟ ايوه. العربيه دي نسخه من عربيه ادهم، هي دي العربيه اللي انت هتسوقها. متشكر يا باشا. تعالى هنا رايح فين؟ انا هسوق. تسوق ايه؟ العربيه. عربيه؟ عربيه ايه؟ العربيه ايه؟ انت عارف العربيه دي واقفه على الوزاره بكام؟ يا عم انت هتزلونها بكام يعني؟ الشيء الفلاني. مش عارف الرقم اصلا. مالكش دعوه انت، اعرف الرقم ده ما يخصكش انت الرقم. انا ماضي عليها عهده العربيه دي. طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ عايزك تتعلم على العربيه دي الاول علشان تعرف تتنيل تسوق العقده. ماشي يا عم. تعرف زي الفل. هرب زي الفل ايه؟ تعالى هنا نبيع خضار. ايه يا عم ركز معايا. ما انا هركز. وتركز مع الراجل ده مفهوم ولا ماشي لا؟ ماشي يا عم ماشي. اتفضل. السلام عليكم. عمرو جرندايزر. وانت بتقابل الاستاذ احمد ساقي بقى في الحقيقه بقى وبتكلمه في التليفون الحاجات دي؟ لا طبعا ده صاحبي جدا. انا خدت هو 011؟ لا. طب ما تجيب رقم. اديك رقم بس ممكن تنجز بقى. وتركز معايا. يلا ونطلع بالعربيه. يلا بينا يا عم. يلا يا استاذ اتفضل. اول حاجه هتدور على اسمع انه ابن بلد وجدع وصاحب صاحبه وفارس. ابن بلد وجدع جدا. الله الله ركز بقى. ماشي هتدور العربيه.
بعدين هتدوس دبرياش. ما بقولك يا ابني دبرياش والجو ده ممكن تعلمني الخمسه اللي عملتها من شويه عشان بحبها يا ابني. مش لما تتعلم اصلا تطلع بالعربيه. انت صح. ركز بقى خلينا نخلص. تسرع بقى وطيش وكده. ما بلاش بقى يلا. ماشي بس خلاص بالتشهيد والتفكيد بالزليطه كل ده هعلمه لك. ماشي يا عم. ركز معايا عشان نطلع بقى. ماشي يلا بينا. يلا بينا. هتدور العربيه؟ اكيد. هتدوس دبرياش؟ ما بقولك ايه انا بتقل عليك انا عارف. معلش معلش بس انا متحشم من حسك اخويا يعني. اتفضل. ممكن بعد الكلام ده كله تعلمني الصح وطب ممكن يا اسفك بيه. بس يا عم خلاص يا عم مفيش حاجه يا عم مفيش حاجه خلاص يا عم انا حقك عليا عاملك اللي انت عايزه كله. قول لي عايز اعمل ايه. اتفضل دور العربيه. ماشي هنو. بعدين هتدوس دبرياش. ماشي. بعدين هتجيب اولاني. اكيد. تعرف الاولاني فين ولا لا؟ عارفه بالفتيس. ماشي عارفه عارفه. وهتشيل رجلك بعد كده من على الدبرياش واحده 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 عشان ما تقطعش. طب اتفضل. انت فاكر نفسك بتكلم عويل؟ اتفضل يا استاذ. يا عم اسال ايه لينا جار اسمه ايمن ابن احلام كرامي الواد ده فاتح سايبر وجارنا ده بقى علمني تجيب الاولاني بس بعد كده ما علمنيش حاجه. شكلها وتصرفاتها مختلف تماما عن اللي جواها. اكيد طبعا. يعني كان على قد ما هو مبين انه هادي كده ومتمالك اعصابه لدرجه البرود كان لما بيتنرفز بيتحول لوحش. سبحان الله كانك بتوصفيني انا بالظبط يعني ان شاء الله. ما علينا. بصي يا حزلقوم انا ما اعرفش كتير عن تاريخه قبل عزام لكن كل اللي اقدر اقوله لك ان علاقتي بيه في الشغل طبعا من المؤاخذه يعني ايه بمناسبه العلاقه يعني. هو انت وادهم ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه العلاقه؟ فهمت. يعني ايه الحوار؟ هقول لك. يعني كنت مقضيينها ازاي سوا؟ اقول لك ممكن. اتفضلي. انا وادهم كان في ما بيننا بس من ناحيته هو بس مش من ناحيتي انا خالص يعني زي ما تقول كده مش عارف اقول لك بالعربي اسمها ايه فليرتيشن. طالما بلاي ستيشن وفي العالم والناس كلها انت زي الفل يا جرمين وليه كلامك خدت سبعك الكبير في عينيه؟ لا معلش انت فهمتني غلط. انا قصدي يعني انه كان بالبلدي كده بيحاول يجر نعم معايا. يعني انت رحت له شايته؟ لا روح له شقته ليه؟ ولا عمركم وشديته سوا على المقطم؟ ايه اللي هيودينا المقطم؟ يعني عمره ما قال لك يا جرمين تعالى سيكي خلابيس على كوبري الساحر وقام مكمل ناحيه مصنع الكراسي. مصنع الكراسي ايه؟ احنا كنا بنخرج عادي في اماكن عامه يعني مع ناس. ولعلمك بقى انا بجاوب على اسئلتك دي بس عشان طبيعتي المهمه مش اكتر. ويعني انا اللي بسالك عشان طبيعتي المهمه مش اكتر. طب ممكن تركز معايا؟ اتفضلي. ادهم زي ما قلت لك معلش اخر حاجه. بما اننا لوحدينا يعني مفيش حد سمعنا. انت عايز ايه؟ لا 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 يا بس المصيبه مفيش حاجه يا عم انت وهو مفيش حاجه اتفضل. خد تعال بس كنت عايز اعمل مكالمه من تليفونك لامي عشان سراك باشا محرج عليا ما كلمهاش. اوكي بس لازم دلوقتي حالا يعني؟ ولو ما كلمتهاش هيجرى لها حاجه. الست دي اصلها وحدانيه وما حلتهاش حد تاني في الدنيا غير انا. يا حرام. انت حظيتي يا جرمين وانا بقول لتاسع اتوبيس. انا قصدي حرام كيوت يعني صعبان عليا. هي حالة يصعب على الكافر الصراحة. أنا عايز أقول لك إن الست دي ضحت بمستقبلها الفني عشان خاطر تربيني. فني؟ ليه كانت بتشتغل إيه؟ مطربة. بجد؟ كانت بتغني إيه؟ عارفة غنوة كل البنات بتحبك؟ دي بتاعت حسام حسني على فكرة. وأنا قلت لك هي اللي بتغنيها؟ أستاذ حسام حسني كان بيقول إيه؟ كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. في بقى بنات بترد تقول مين مين وده وده؟ دول مش بنات، دول أمي، بس مكررين صوتهم. وهي كمان كانت بتزغرط على الاستاذ محمد ثروت في حفلات ليله التلفزيون. في ايه؟ لا لا الله. سوري. تعال نكمل تعال نكمل. ماشي. يلا يا بخت. تقاريرك كلها زي الزفت وعزام قرب يجي من السفر ولازم تتنيل تعمل عمليه التجميل بكره. مفيش قدامي غير ان انا اعتمد عليك.
وازاي بقى هعتمد عليك مش عارف. شكلك هتودينا في داهية. يا باشا انت ليه مفكر كده؟ احنا لا مؤاخذة الحديد بولي واحنا لمبولينا. نعم. يعني احنا اجمد من الحديد. يا ابني في بقك بقى بطل الكلام الغريب ده بقى ما توجعش قلبي. الله. يا ابني اعرف قيمة اللي انت بتعمله. عايزك تعرف يا حزلقوم ان اللي انت بتعمله ده علشان مصر. وانا اجي يا باشا جنب الناس اللي تعبت عشان مصر. الاستاذ احمد عرابي وبطل احمد عبد العزيز ومدام ناديه الجندي. ناديه الجندي؟ انت ما شفتش فيلم امرأة عايزة تل ابيب؟ دي اتسلخت واتضربت واترمت من فوق الجبل وداس عليها تريلا بالصدفه وكانت محمله رز باي. رز ايه يا ابني حرام؟ رز ايه بقى؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله، اللهم طولك يا روح. يا ابني يا ابني اعرف انت داخل على ايه؟ انت من بكره مش هتشوف نفسك تاني، من بكره انت ادهم. Best works of art is a piece of art. بيقول لك ربنا يجعل قدمه خير عليك وتدوبه في عرق العافيه. الله يعافيك. استأذنك بقى، انا خدت الفروه انما لو محتاجه خليها. ما حلال عليك يا نسا اشجان، انت تعبتي معانا، اتفضلي. طيب نستأذن احنا بقى. سلام. يلا بينا يا ميشو. يلا بينا يا سوسو. يلا بينا. انا مش مصدقه عينيا، ده كانه ادهم. اوعي يجيكي لب الصبر. ايه ده؟ بس هتعملوا ايه في صوته ده كده؟ عزام هيفقسوا. لا 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 الله، انت تاني؟ انت مش عايزه تضيعي المصلحه وخلاص؟ قول لها حاجه اسرك باشا. اكيد تفصيله زي دي ما عدتش عليا. حزلقوم هيقول لعزام ان حنجرته اتصابت اثناء ضرب النار اللي حصل في الصفقه فاثرت على صوته. الله ينور عليك. يا سلام، وحاجه زي دي تدخل عليه عادي؟ انا حسام اللي قال لي كده. ايه يا حسام؟ يا فندم هي عدت على ناس كتير وياما اتعملت في افلام، هي جت علينا يعني. يا حزلقوم، ده موبايل ادهم ودي سماعه بلوتوث. السماعه دي عارفها؟ دي عارفها، لما المهمه تبوظ اكبس عليها جامد تيجي انت بقى والحكومه ايه تنقذوني من الاشرار. لما المهمه ايه يا بابا؟ تبوظ. تعال. نعم يا باشا. بص يا حبيبي، المهمه دي ما ينفعش تبوظ، لانها لو باظت ما قدامكش غير حل من اتنين، يا اما عزام يقتلك يا اما تفلت منه وتجيلي وساعتها انا اللي هقتلك. طب انا فلت منك. ايوه اسرك باشا، انا وصلت بيت ادهم اهو، هل تسمعني؟ حول سامعك يا ابني من غير الهبل اللي بتقوله ده. بقول لك يا باشا، الغفير شرب الملعوب وفتح لي البوابه اكن ادهم بالظبط. مبسوط؟ حول بطل حول اللي بتقولها دي. يا باشا بقى ما تفصلنيش بقى، خليني اعرف اندمج عشان اعرف اديك جو الحمل السلم. اللهم طولك يا روح. اي خدمه يا رجاله؟ بوليس. اللهم صل على النبي. فيلا شرحه بس ذوقها بلدي حبتين يا باشا، الا ما في طقم مذهب ولا نيش حتى. يا ابني اخلص، انت جاي تشتري في سلم رخامي وفي ازاز مزمر اللي هو بتاع الحمامات ده. نظام ادهم كان بيحب يقعد ملطة لوحده في البيت. احنا بنروح في داهية على فكرة، بنروح في داهية اهو. اللهم صل على النبي. لا شغل فاخر فاخر يا عم. ايه ده؟ في ايه؟ الله، كل ده دلوقتي؟ ده اكبر من شريتنا كلها يا باشا. يا ابني اخلص. بقول لك يا باشا، انا هاخد كل الهدوم دي بعد ما اخلص المهمة. ماشي؟ ماشي ماشي يا حزلقوم، بس اخلص. بقول لك يا باشا، هاخد غرفتين معايا كمان، اصله خشب العين ابوك وصعب تلاقيه في اي مغلق دلوقتي. ايه ده؟ في ايه؟ نهار اسود، ده عنده قنابل يا باشا. بس
مش غريب يا باشا ان شاب زي ادهم ده يكون محتفظ بالبرفانات بتاعه وسط القنابل؟ مش عايز الوم. في ايه يا ابني؟ يا حزلوم رد عليا. سلام قول الله رب الرحيم. انت يا عم انس ولا جنس؟ اين عشيائي؟ عشيائي يا عم المجنون. اين عشيائي يا عم ادهم؟ ادهم طب بص اقول لك على حاجه بس ما تقولش لحد. انا مش ادهم انا حزلقوم وهنا في مهمة سرية باكل عيش. صباح الفل يا ملعون. انا عشي عميل يا عم عديك اساك ارحمني يا ابو زينك. الواد ايه ولا اخشى عدد لك نصين ماشي رحيل. والواد ده بيتبخر ولا ايه؟ أين حشيائي يا ابني؟ رد بقى. يا عم النينجا اين اشيائي؟ بص يا عم الفيلا قدامك اهي خد كل اللي انت عايزه وانا حاجتك. اين اشيائي؟ هي ايه؟ هي ايه اشياء امك؟ اين اشيائي؟ هديك انت اللي بتصعد اشياءك اهو. انت كويس يا حزلقوم؟ يا عم اوعى اوعى. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ انت ما فهمتنيش كده يا باشا. ده انا لسه بقول يا ادي طلعلي يا عم عز الدين ان شاء الله بفضل لا روش امي. امال لما قابل زعيم العصابة الشريرة هيطلع لي ايه؟ تنين مجنح؟ مفيش حاجة بتيجي بالسهل يا بني ادم. ما احنا كنا بندربك الفترة اللي فاتت دي على اساس ايه؟ يا باشا انا قدامي ولا 18 سنة تدريب عشان اعمل اللي انتوا عايزينه ده. انت فاكرني مين يا عم؟ جدو؟ اول ما هتنزلني هجيب جون؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش لاعب، شوف لك حد غيري. هو بمزاجك جاي تقول لي الكلام ده بعد الوقت والفلوس اللي صرفناهم عليك؟ محروق الوقت على الفلوس. العمر مش بعزاها يا باشا. الواحد العمر مش عارف اجيب بداله. كان على الفلوس هرجعهم لك على دار من ليه؟ واللي عايز تحبسني احبسني. السلام عليكم. ما تخافش هيرجع. تفتكر يعني حضرتك لقيت الشخص اللي انت بتدور عليه من وسط 80 مليون مصري على التلفزيون بالصدفة وجبته وعملت منه بني ادم تاني في الاخر ما يكملش؟ ده حتى تبقى قفلة مش حلو. اشتري مني، انا شفت كتير. ايه وحشتيني يا مرمورة. يا نهار اسود الحقوني يا ناس الحقوني يا هو يا لهوي. حرام عليك يا ابني، ده انا قد امك ما يصحش كده. يما انا حزلقوم. يما حزلقوم؟ حزلقوم ده ايه؟ هو ايه اللي عمل فيك كده؟ يما ده قصه طويله يما هحكي لك عليها. وحشتيني هاتي حضنك. لا 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 طب اديني امره الاول. اقول لها ايه دي بقى؟ فاكره يما وانا عيل صغير لما كنت بتحبيني في قلب الطشت البرتقاني كنت بتغني وتقولي لي
يا صحابي وصحباتي هنا ومحلك سر سبو لا مؤاخذة حاجاتي إنما إيه بس سلم ايدك ياما. ياما انت بصالي كده ليه ياما؟ تعرفين منك مني شغال في المجاري؟ لا ابدا يا حبيبي، اصلي لسه مش واخده على شكلك الجديد، حاسه زي ما يكون راجل غريب قاعد معايا في البيت. انما قول انت يا دوب لسه مستلم شغلك الجديد، ادوك اجازه بالسرعه دي؟ ايه المجاري كده ياما؟ شغلها قليل وفلوسها كتير. تعرف يا حزلقوم انا فرحانه قوي في الوليه العقربه اللي اسمها احلام كراويه دي، عشان كانت طول عمرها تفضل تقول لي ايه ابنك مش نافع يا ميار، ابنك فاشل يا ميار، ابنك انت مضلعها على الاخر يا ميار. انما الحمد لله ربنا كبسها ونصفني. الحمد لله يا يما الحمد لله. الا الراجل اللي انت بعتهولي بفلوس الشقه ده يبقى الرئيس بتاعك في الشغل. رئيس ايه؟ ومين اللي جالك بفلوس يا يما؟ الاستاذ سراج. ايه ده؟ هو استاذ سراج جالك بنفسه؟ ايوه امال، ده شكله راجل واصل قوي، فضل ورا صاحب البيت لغايه ما مشى الناس الجداد ورجعني تاني في شقتي. والله في الخير اهو، انت دلوقتي بقيت راجل بجد وخليت لنا قيمه بصحيح. الحمد لله ربنا عوض اخره صبري خير. تعرف يا ودي حزلقوم، انا لو مت دلوقتي مش هبقى خايفه عليك زي الاول. بعد الشر بعد الشر عليك يا ست الكل. الدنيا سيما بطبعتها كلها افلام، بنمثل فيها وبنفلك قبل ما بننام. الدنيا سيما بطبعتها كلها افلام، بنمثل فيها وبنفلك قبل ما بننام. لو عجبك دورك وإن خالك خصك تتمتى لو روحك فوق، والله بتمرجح فيها من تحت يا باشا. شكرا يا باشا. انا مش هنفعك، انا فارس تعرف. انا مره اشتغلت مع العيال اللي بيحدفوا كروت حضرموت جوه العربيات في جامعه الدول، مع اول كارت رميته طرفت عين واحد ومراته بنفس الكارت، وخدوني على اسم عملوا ليله. حتى اليوم اللي قلت هاجي واد فشوم البلد لقيت نفسي في بلطيم. فقر يا باشا. وانت يعني في فقرك ده كنت متخيل انك تخرج بره البلد تهبك ايه؟ لا قلت غير عتبه، يمكن افك النحس والتقي فرصتي. طب ما انت فرصتك جايلك لغايه عندك اهو، وانت اللي بتضيعها بايديك. يعني انا يوم ما تجيلي فرصه تجيلي معجونه برصاص وسيوف وعين شاي؟ الا مين الراجل الكاوتشوك ده يا باشا؟ ادهم كان له اعداء كتير محدش يعرف عنهم حاجه. عموما النهار قرب يطلع. بص انا عايزك تغير هدومك وهاخدك افرجك على حاجه كده، بعدها يبقى اتخذ قرارك. بس دي عيال شكلها ولود ناس يا باشا. كل العيال دي دخلت السجن يا حزلقوم بسبب المخدرات، منهم اللي سرق واللي قتل واللي تاجر في المخدرات. طب يعني دي عيال اذت نفسيها بنفسيها، وزي ما اذوا نفسيهم اذوك انت كمان معاهم. انت تعرف يا حزلقوم حجم تجاره المخدرات في مصر وصل لكام؟ 18 مليار جنيه في السنه. شوف ازاي؟ هو يعني الفلوس ده ايه؟ لما الناس تبطل مخدرات اخدهم في جيبها انا مثلا؟ لا طبعا، الفلوس دي لو اتصرفت في مكانها الطبيعي هتتخلق فرص عمل، هيبقى في ضرائب، الضرائب دي هتتصرف على اللي زيك انت وامك، هتبقى حياتهم احسن. طب انتوا كده وهتفضلوا كده؟ احنا مين ومالنا؟ الحكومه يا بيه، عمالين تقولوا لنا كلام كبير ومجعلص وابصر ايه؟ وانا ما بنفهمش منكم حاجه. عايزنا نقول لك ايه يعني؟ انهوا هاتوا من الاخر، قولوا لنا حاجه عملي، نعمل ايه؟ هي اصلها ملهاش وصفه يا حزلقوم، حاجه من اتنين، يا ترضي ربنا
وتمشي ورا حلمك وتحققه، يا اما تبقى بني ادم مالكش قيمه. عاوز تبقى بني ادم مالكش قيمه؟ ما شفتش نظره امك ليك وهي فرحانه علشان انت اخيرا بقيت حاجه. تليفون ادهم. عزام بيتصل. ماشي. يا اخيرا فتحت تليفونك. الحمد لله على السلامه يا وحش. إيه الله يسلمك يا برنس. انت ايه بقى؟ عامل ايه؟ وحشني. ايه ده؟ مين معايا؟ انا دراعك اليمين يا مافيا يا كبير. يا ده يا عم خفت في وشي. طبعا مافيا. قول له مافيا ما لازم يقفل. طب وايه كده؟ ما باظت. بيتصل تاني. ركز بقى واتكلم عدل. ادهم ادهم. انت صح. ركز. الو. انا مين معايا؟ انا ادهم يا باشا. ادهم؟ ومال صوتك عامل كده ليه؟ لا ده لا وانا بنجز في الصفقه حضرتك. هي طلعوا علينا عامل طلبيه بالحزينه. بتقول ايه؟ لا خدت طلعه كبيره قوي في قفايا وطلعت من زوري فانا هربته دلوقتي. طب بشويش بس بشويش. مش هعمل لك ولا حاجه. قول له العمليه باظت وغدروا بينا. العمليه باظت وغدروا بينا. انا قلت لك بلاش. انت اللي ما سمعتش كلامي. طب والفلوس؟ قول له الفلوس معايا. الفلوس معايا. وقول له كمان البضاعه معايا. والبضاعه كمان معايا. وقول له ما تاخد الكلام ده. برافو عليك. اسمع انا نازل القاهره كمان شويه. هشوفك بكره في الفيلا عندي. سلام. ماشي سلام. بقول لك ما تديني العنوان كده عشان اعرف اركب منين الصبح. معاك قلم؟ نعم يا اخويا. وعيدك. لا بهزر يا باشا بهزر بهزر. طيب مع السلامه دلوقتي. بتسال على العنوان؟ هو ده ينفع؟ حرام عليك يا اخي. بعد كده تقول الكلام اللي بقولك عليه بالظبط. ما تزودش. انا كنت بحط التاتش. تاتش ايه ونيله ايه؟ تاتش ايه ونيله ايه؟ هتشلني. اتفضل قوم جهز نفسك. ساتر. طب بالنسبه لحضرتك للمخاطر اللي زي دي عاوز كام؟ 20,000 بلبل. مين؟ بلبل يعني جندي يعني كمان. هم 19,000 بلبل بس. مفيش مليم زيادة هيخرج من خزنة الوزارة. وتركز لو سمحت. اتفضل. ربنا يستر. معلش يا باشا العطب على النظر. ولا يهمك مسيو ادهم. مسيو عزام مستنيك في الجنينه. ولما هو مستنيني في الجنينه بعت قال لي تعالى على الفيلا ليه؟ ولا هي مشاره وخلاص. انت مش ادهم. لا مش ادهم. على فكره انا كنت جاي اقول لك. انت ادهم صبري. رجل المستحيل؟ يعني انت كنت بتهزر؟ يا ابن اللذينة وقعت قلبي. انما انت ايه وحشتي بقى؟ اخبارك ايه وعامل ايه؟ ايه يا ابني؟ انت ايه حكايه صوتك دي؟ مش هتروح للدكتور يشوف لك الموضوع ده ولا ايه؟ لا ما انا اصل رحت حضرتك. رحت للدكتور واداني علاج وقال لي خد الادويه الاستحلابيه ده اهي واقعد استحلب فيها لحد ما صوتها ما تعديها بقى يا ريس. ايه لما انت طلعت ولد بصحيح؟ بالرغم انهم غدروا بيك وضربوا عليك رصاص الا انك رجعت بالشنط وفيها الفلوس والبضاعه. تنفكر ايه يعني؟ هو ده ادهم اللي انا فعلا تعرفه. هاي. جرمين ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا مستر عزام؟ انا كويس. ازيك يا ادهم؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا جرمين؟ عامله ايه؟ ايه ده انت صوتك تعبان ولا ايه؟ انت تستعبطي؟ ما انت لسه سامع في لا ده انا بس خدت طلقه في زوري وانا بهرب المخدر بتاعتي. ايه بقى؟ شفت؟ مش قلت لك؟ الكلاب دي ابتدت تتسعر علينا ودي كنت هتروح فيها. يا باشا عمر الشاي بقى. بس ده بيأكد المخاوف اللي كانت موجودة عندي. أنا لازم أسيب البلد قريب. والله تبقى ريحت واستريحت يا باشا. بس طبعاً بعد العملية اللي جاية هكون آخر وأكبر نقلة لينا. يا لهوي. أنا اتفقت معاهم على 25 كيلو بيور. يلا على البركة.
هتكون حاجة كده زي ما تقول ماتش اعتزال. ربنا يوفقك يا باشا ويوفق جميع اللي في الخير بقى. بس أنا لازم أشوفك النهاردة بالليل. لازم أحتفل برجوعك لينا بالسلامة. أيوة كده يا باشا. بلا عملية بلا كلاب بلا بتاع. خلينا ننبسط ونفرفش. إيه الطعامة دي؟ على النعمة أنت راجل عسلية. عسلية؟ اللي هي المسكرة المتولة دي. مستر عزام أم صالح إحنا كده هنتأخر على الميتنج. طيب أنا هطلع ألبس حالا دلوقتي. هشوفك النهاردة بالليل ها؟ أساسي أساسي يا بريش. باي باي مستر عزام. ايه اللي انت عملتيه ده؟ ايه اللي دخلك دلوقتي؟ راجل كان غيره ويعترف بكل حاجه. انت ايه اللي هببته ده؟ في حد يقول لمستر عزام انت راجل عسليه؟ انت كنت بتصبط علينا جيرمين؟ طب ايه رايك بقى ان انا اقول لاسراج بيه انك بتبوظ المهمه وخليه يرفدك؟ بص النهارده من فضلك حاول ما تسهرش مع عزام، حاول باي طريقه تهرب من الاحتفال اللي هتحتفلوا بيه ده. وهي لما يبقى فيها فرفشه وانبساط وهق ومق وشغالين تطلع لي انت زي البتاع يا ستر عليك وعلى نكدك. انت عارف احتفال يعني ايه؟ يعني ايه يا ست جيرمين؟ يعني هتقعدوا تشربوا وتسكروا وانت اصلا ضايع وانت فايق، امال لو سكرت هيبقى شكلك ايه؟ هو ده التريب؟ اه هو ده؟ ده المشكل يعني؟ اه انا من عبدين يا جيرمين. اه صح، يعني لا خمره ولا نسوان ولا بانجو هيعملوا معايا حاجه. ايه يا ابني مالك؟ انت سكرت ولا ايه؟ ما تشرب. رايح حبه. بتريح؟ ده الزمه ده ادهم اللي انا اعرفه. اه ادهم ادهم بص ادهم اهو. يا اخي لا تتخيل قد ايه صعبان عليا اني هسيب البلد وامشي. انت كمان هتوحشني قوي. وربنا وانت كمان يا ريس. امسك. لا بقى شادر. شادر؟ مش قادر ده ايه؟ انت مالك النهارده مش عويدك يعني؟ لا يا عم عويد يا عم. بص عويد ايه؟ بس تعرف ان في ميزه برضه للي هيحصل ده؟ ان انا اخيرا هقعد مع اولادي شويه. تخيل ان انا بقالي سنه ما شفتهمش. يا وحشوني قوي يا اخي. كفايه. أنا جمعتي قريبة وقلبي رهيب. يلا يا عم اتكل على الله. وات فور ذا روم يا عم مرور ايه وزفت ايه يا عم؟ لا 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 انت مش ادهم. يا عم ادهم يا عم ادهم هات يا عم الشيطان. ايه مالك؟ الله 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 ايه؟ الله يا ريت السويد. مالك؟ انت كويس؟ اه. تحب روحك؟ لا لا لا. هتعرف تسوق؟ هاخد ميكروباص من هو بتاع الجمعية الكبير. ايه ده؟ انا فين؟ يا اما انا فين؟ قوم قوم يا حزلقوم. انت مين يا عم انت؟ استاذ غسان مطر ارجوك ما تقتلنيش ما تموتنيش ما تخطفنيش ما تاكلنيش. ما تخافش يا حزلقوم انا مش جاي اذيك انا جاي اساعدك. مش حضرتك راجل شرير؟ لا لا شرير لا. والمصحف شرير؟ لا. امال حضرتك ايه بالظبط؟ للاسف الناس فهماني غلط. يمكن عشان المخرجين حصروني في ادوار الشر، لكن انا في الحقيقه انسان طيب زي كمال ابو ريا ومحمود الجندي. الله الله انا حبيتك قوي يا استاذ غسان بجد وقلبي سرق احلى. وعايز اخد نصيحتك يعني دلوقتي المهمه طلعت كبيره قوي عليهم بهواها مش عارف اعمل ايه انصحني. انا جاي اقول لك كلمه واحده بس، اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك. اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. ارجوك قول لي حاجه مفيده. باي باي يا كوتش. لا ما تسيبنيش يا استاذ غسان. لا لا اه
الساعه استاذ سراج. لا يا عم المصحف فاكرك يا عم، ده انا حتى مسجلك سراج مهمه. ماشي يا عم اجيلك. يعني الدنيا مسافه متشطف كده، اصل نايم بعيد عنك بقميص بوليستر وعيب ملزق وريحه مكمل. بتزعلي ليه يا عم؟ ماشي يا عم اجيلك. سلام. ايه ده؟ هو انا قابلت استاذ غسان مطر حقيقي؟ سراج باشا؟ ايه يا عم التراكه دي؟ ما ترد يا عم، ايه اللي لقيتي ايه؟ ايه ده؟ تعالى ورايا. انت مين انت كمان؟ تعالى ورايا. ايه ده؟ اتفضل 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 يا باشا. هلا قول لي يا بركه، هو انت لابس كده ليه؟ تمويه علشان ما نلفتش الانظار. تمويه؟ وانا الناس لما تشوفني بتفسح في فلوكه مع دبدوب ده عادي امان؟ يا ابني بطل غلبه بقى وقول لي اخبار امبارح ايه؟ امتى؟ ايه الراجل ده ابن حلال قوي يا باشا، شكله انسان نقي من جوه وانتوا ظالمينه. يعني مش طايق يقعد في البلد وعايز يروح يطلع يشوف عياله بره، وحاجه تقطع القلب قوي. وبعدين يا حنين قول معلومه مفيده. اه واحنا قاعدين في الجنينه امبارح كحه 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 مش اي كحه باشا، كحه من اللي هي محمله بلغم، ما تفهمش بقى كانوا بيبيضوا بينفضوا حاجه كده. بينفضوا ايه وبلغم ايه الله يعرفك؟ يا ابني امبارح جيرمين سمعته بيقول كلام مهم وفي حاجه زي ماتش اعتزال وحاجات جيرمين بقى كلام جيرمين بقى امشي ورا كلام جيرمين. يا سلام، هو جيرمين دي مش معانا ولا ايه؟ يا باشا دي واحده ست وهتتكلم كلام ستات، بيحكوا في المحكي وبيروا. الله الحق انسان الغاب اهو. يا ابني انسان الغاب ايه بتركز معايا؟ في كتير قوي منهم. يا ابني حرام عليك ركز معايا، انسان الغاب ايه؟ ما تفهمني قالت ايه جيرمين؟ ده موضوع تافه يا باشا، عايزه تقول لك يعني من الاخر الراجل قبل ما يسافر عايز ينقل 25 كيلو. 25 كيلو ايه بقى؟ زيتون ليمون جبنه قديمه، العلم عند الله. الراجل عايز ينقل 25 كيلو هيروين ويكت من البلد وانت قاعد تقول لي كح وتف ونق. انا ولا اعرف انك فضولي من الاول. فضولي ايه وليله ايه يا ابني؟ حرام عليك مش كده، ما تركز معايا بقى الله يخرب بيت غباوتك يا حزلقوم. يا ابني انت كويس يا ابني ويجي منك وذكي، بس لما بتركز ركز بقى. وانت برنس الله يبارك لك يا سيدي. يا ابني انا عايزك تميز ما بين المعلومات المهمه والمعلومات التافهه، علشان اللي يفضل في دماغك المعلومات المهمه، وتسيبك بقى من كح وتف ونف والتفاهات دي. اه عشان انت كلمتني بالراحه اهو من غير قفش. القفش ملوش رجلين ومعروفك، انت قلت لي ايه بالراحه انا فهمتها واستوعبتها. فهمت انت كده خلاص. وانت شايفني غبي يا باشا؟ لا العفو العفو. بقول لك يا باشا. نعم. ممكن ناخد لفه كمان وتصورني بالموبايل مع وانا جايب ابن اختي معايا بفتحه. لفه ايه يا ابني ودنيه ايه؟ من عشم عليك مش كده؟ من عشم يا عم. هتشلني؟ مساء الخير يا فرنسيس الكور. اهلا يا ادم تعالى. جرمين هنا. ازيك يا ادم؟ الحمد لله. لا 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 كفايه كده بقى على تاني. معلش يا مستر عزام دي اخر واحده واهم واحده. حاضر يا ستي يا شيخ خد سجارة. ثانك يو. انا هكلم حضرتك اول ما اخلص البرزنتيشن. ماشي. عنك عنك. انا هروح اوصل جيرمين ماشي؟ طيب وتبقى تعالى لي على المكتب. تصبح على خير يا جيرمين. باي باي. باي. ميرسي يا ادهم. اي خدمة. بقول لك يا جيرمين. ايه؟ بالنسبة للجونيلا اللي انت لابساها دي يعني مش ملاحظة انها قصيرة حبتين؟ قصيرة ايه دي؟ وبعدين انت مالك بلبسي؟ مالي بلبسك ازاي يا جيرمين؟ احنا مش زمايل وفي نفس المهمه يا ماما، وبعدين اي حاجه غلط هتعملها تبقى في وش انا، لا اله الا الله. يا سلام. امال؟ ولعلمك بقى انا فاهم دماغك كويس قوي، انت مفكره ان انا بقى ايه بعمل الكلام ده حب سيطره وانا الراجل وايه والجو ده، لا يا ماما، واحنا نازلين الراجل ده بص لك بصه مش تمام، انا فهمتها لان انا راجل، بصيت له اما اتضايق عمل نفسه ما عملش حاجه. ارجوكي خلي بالك على نفسك. ماشي يا حزلقوم. اتكل على الله. باي. ايه ده تضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعالى بص. ده ادهم. ايه انا يعني؟ فاكر اليوم ده؟ اه هو ده يوم يتنسي يا باشا. ايه ده؟ ايه ده؟ طب بقول لك ايه؟ ايه الكلمات ده ايه؟ شوف يا ادهم انا مفيش صفقه عملتها ولا رشوه دفعتها من غير ما اكون سجلتها صوت وصوره.
عشان لو وقعت ما اقعدش لوحدي. طب وانت الحاجات دي صورتها ازاي يا باشا؟ بسيطه بدل. يا عم ده قلم يا عم. ايوه قلم بس نفس الوقت كاميرا. سيب بقى تطلع حاجات كتير قوي فين دول. الله. طب بقول لك ايه يا باشا؟ العيش عندك مقاطع بلوتوث ساخنه؟ يا فندم. طب فيلم الحسيس؟ فيلم الحسيس ايه وبلوتوث ساخنه ايه؟ المهم هتلبس ايه بكره بالليل؟ ايه يا عم عايز ايه يا عم؟ بكره بالليل في الحفله 31 اكتوبر هالوين. اه اللي تعيش وتفتكر يا باشا، يعني سبحان الله الزمن بيجري، يعني بص رمضان كان لسه واهو. الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتظبط، الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتسلط، الأقصر بلدنا بلد تفاح. يا ابني تفاح إيه والأقصر إيه وإحنا في الأهرامات؟ يا باشا ما كله شغل فراعين، صباح الفل. إيه الأخبار؟ الحمد لله يا رضا. وأنا بطمن عليك، أخبار الزفت عزام إيه؟ يا باشا مفيش معلومات جديدة، يعني الراجل اليومين دول متخذني كصديق. مت ايه؟ متخذني كصديق انا، ومش عارف اقول لك ايه. تعشينا امبارح. ها مفيش حاجة تاني غير كده؟ مش لاقي معلومات جديدة يا باشا والله. يعني مثلا تقدر تقول ايه؟ الراجل بيشرب شاي من غير سكر وعامل دايت. انت مش اتنايلت امبارح كلمتني قلت لي عايزين نتقابل النهارده ضروري؟ يا طال يا باشا معلش، انا كنت عايزك في موضوع شخصي يا باشا. يا حزلقوم خليني ضرب المشوار ده كله عشان موضوع شخصي. معلش يا باشا من عشمي بقى. نعم يا حزلقوم. بص يا باشا، في كليبايه في قلب الكمبيوتر بتاع عزام بيه، الكليبايه دي تخصني بالصلاه على النبي بعد ايه ما اخلص المهمه بقى. فيها ايه الكليبايه دي؟ كليبايه يا باشا دي عزام مصور ادهم وهو بقى بعيد عنك عمال يضرب في راجل ويزن فيه والكلام ده اهو. انا بقى كنت عايزها اخدها عشان ايه؟ اوريها لايمن ابن احلام كراويه ده جارنا وفاتح سايبر، اكمن انا شبه ادهم فبان ان انا اللي بعمل الشقاوه ده. ايه بالراحه يا ابني عليا، بالراحه الله يبارك لك. يعني هو دلوقتي عزام مصور حاجات وبيعمل ايه بقى؟ انا هفهم حضرتك يا باشا، هو عنده ايه؟ كاميرا على شكل لمؤاخذة قلم. دي بقى طول اليوم حاططها في جيبه وبيصور بيها بقى ايه؟ كل الرشاوي والعمليات الزبالة اللي بيعملها، وكمان ماسك بيها زل الاعلاس كبير قوي في البلد. هيكون الكليبات ده ايه؟ جنب الكليب اللي انا عايزه في نفس الملف في نفس الكمبيوتر، عايز حاجة؟ سلام عليكم. تعالى هنا. في ايه؟ انت البعيد ايه؟ انت البعيد ايه؟ في ايه يا باشا؟ في ايه؟ في ايه يا جاحد يا متخلف؟ بقى انا من صباحة ربنا بضيض على معلومة وانت قاعد تقول لي اتغدينا وشاي وسكر ودايت ومتخزني هشحتها منك. انت قاعد ما بتقوليش المعلومات دي على طول ليه؟ اصل عزام بيه مشدد عليا ما جيبش سيرة لحد. عزام ايوه هات لي حباية من على الجمل بسرعة. حاضر. قفل لك شهر يا باشا في ايه؟ مالكش دعوة مالكش دعوة، بتعالج بسببك يا بعيد، جبت لي العلة والمرض. شكرا. انا بعمل عشانك يا باشا. ما لكش دعوه بي. مزه ولا ركز معايا، احنا عايزين نحصل على التسجيلات دي في اسرع وقت. عايزك النهارده بالليل. لا معلش النهارده بالليل ما ينفعش نحصل على اي حاجه. وده ليه بقى؟ ليه البيع وراء ايه بالليل؟ اصل عزام بيه عازمني على حفله. حفله ايه دي؟ حفله عيد الهلع اللي هي بالانجليزي الميلانين بقى الهالوي. ما علينا، الحفله دي في بيته؟ مال في بيته؟ انا اسف، انا اللي حمار، انا اللي مش فاهمك، انا اللي تعبك معايا يا باشا. انا الكلام اخده على طمال. خرب بيتك، خرب بيتك لبيت سنينك. معلش يا باشا. حسام. لا يا باشا انا جاتني حته دي الفكره. طبعا حضرتك دلوقتي بتفكر وتقول ان دي انسب فرصه لحزلقوم انه يسرق التسجيلات، يعني باعتبار انهم قاعدين في حفله تنكريه فعزام هيبقى مالي في الحفله، فحزلقوم ممكن يدخل مكتب عزام بكل سهوله. حلو حلو قولها له. طيب اوكي باي.
ايه ده؟ فاهمه ليه يا شرمين؟ كل ده الراجل بتاع الملابس. ايه احسن اللي انت لابسه ده؟ انا كان عليا كنت عايز البس بتنجانيه، بس رحت عنده ما لقيتش الا موزه وخياره، قلت البس موزه احسن. طب يلا بقى ما تضيعش وقت، اطلع انت على المكتب وانا هشغل عزيمتك. ورايا يا شرمين؟ الدنيا ما طرتش. نقعد كده نستهدف اللعب، نفتح البوفيه، ناكل لقمه، نشرب سبورت. هو انت جاي تاكل ولا جاي تشتغل؟ لا 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 الله بقى. طب بص، لو طلعت المكتب وخلصت بسرعه انا هجيب لك كل اللي انت عايزه. بجد والنبي؟ بجد. طب اقول لك ايه؟ بص كده حوالينا في حد بص علينا؟ لا مفيش فيه. بص خدي لما اخذ الكيسه السمراء ده ايه؟ حطيني فيها حتتين جاتوه، واحده بالفواكه ماشي وواحده مش بالفواكه، وعايز سندوتشات باللي هي معموله بالريتش باك الطري ده. يلا سلام عليكم. استر يا رب. تفتكر يا حسام حزلقوم هينجح في المهمه دي؟ لا يا ستار. الو ايوه حزلقوم، انت فين يا ابني؟ انا صرت باشا، انا في مكتب حزام بيه دلوقتي. طيب افتح الكمبيوتر. انا قاعد الكمبيوتر اهو. افتح الكمبيوتر. انا قاعد الكمبيوتر اهو. يا ابني ما تفتحه. فتح. انا مش شايف حاجه من اللي انت بتعمله، وريني انت بتهبب ايه يا ابني. ثانيه واحده. تمام، وصل الفلاشه بقى. ده كان حته جون، بس الرفعه اللي رفعها ناني بقى هي السبب في الجون. انا متهيالي روني هو اللي رفعها. لا 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 ناني. انا متاكد روني. ناني روني. ايه البواخه اللي انت فيها دي؟ بقول لك ناني. صدقني يا روني كده. طب تعالى معايا على المكتب هفرجك على الجون على اليوتيوب. على فكره انا لسه شايفه الماتش ده قبل ما اجي، وناني هو اللي رفعها. شفت بقى شفت؟ لا انا متاكد روني. لا طب انت راجل سئيل بجد. طب قدامي على المكتب بقى. ايه مستر عزام، هتسيب الناس في وسط الحفله وتمشي؟ هم خمس دقايق يا حبيبتي، ده راجل دماغه عامله زي البرتوشه، مش هيقتنع غير لو شاف الجون. عن اذنك فوت. كل سنة وكلكم طيبين، وعبر الحريم بتاع كل سنة. مستر عزام أنا محضرة لك مفاجأة، يا رب تعجبك. ايه يا صوت مين؟ وصلت لمؤاخذة الفلاشة. يا ابني ودي الكاميرا ناحية الشاشة، خلينا نشوف انت بتهبب ايه. الله لا يسيئك. اهو افتح بقى الفولدر. اهو اللي بتاع الفيديوهات. مين؟ دوس انتر. اهو بين الزراير يا ابني على اليمين هتلاقيه. مين؟ يا ابني خد راحه من عليك، مش كده يا عم. لا ما تزعليش يا عم. بص ثانيه، انت قصدك الزرار ده اهو؟ اتنيل دوس عليه وريني كده. بس هو كده بيحمل. هو كده بيحمل. اول ما يخلص تحميل تشد الفلاشايه وتطلع تجري. تمام. الله، شفت ازاي يا عم من غير زي كل حاجه بتمشي؟ هخلص واكلم حضرتك. يلا سلام. الله يهدك. يلا حمل يا عم الكمبيوتر. ايوه انت حته مني يا اخره البعد، من عمرك اللي حاملني ومسكت العناد، سهرني شوق حياتي شوق وغلطتي معاك وانت سهله. امال ايه ده؟ مهمه صعبه ومهمه مستحيله، وش تدريبات وطاول صباعي. بس على فكره انت شكلك جميل قوي في الشغل. هو لسه فوق؟ كويس. فين تاني؟ تعالي هنا بس. بس روح طراوة ايه؟ ما اقولكيش. اخرب بيتك.
30,000 جنيه. قلت لك هم 29,000 بس. طب ما فيش فلاشايه. ما فيش فلاشايه. هو ايه اللي ما فيش فلاشايه؟ انت عبيط يالا. اقعد 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 تشتم فيا وفاصل لحد ما عزام يسافر والعيال تقعد تشد فروين وكل ده هيبقى في رقبتك. وكل ده ليه يا عم حسام؟ ليه يا سيدي؟ عشان البيبي استخسر 1000 جنيه في مصر. خلاص يا حزلقوم، ال 1000 جنيه بتاعتك عندي. عندك ايه انت يا اخر؟ انتوا هتجيب لي فوني؟ يا بس ما تخلينا نخلص من المهمه دي، الله لا يسيئك. هات يا حزلقوم الفلاش. يعني ايه ال 1000 جنيه دي عندك يا استاذ حسام؟ عيب عليك يا حزلقوم، امان. هات بقى الفلاش. حاضر. حاضر يا امير. حاضر يا برنس يا ابو الكرم. خلص يالا. حاضر يا ابو وش سامع. حاضر يا ايه ده؟ راحت فين؟ يا ايه دي اللي راحت فين؟ ايه يا عم انت بتمدلي في وشك ليه يا عم؟ هو شكل البيع هتلاقيها من زخناها في اي زخنوه من زخانيه الموزه ده ايه؟ اتنيل طلعها. اوه ده باقيني لما كنت نهار اسود. نهار اسود؟ نهار اسود عليك؟ نهار اسود عليك؟ فين الفلاشايه؟ مين؟ سيبني عليه. هيشيلني هيشيلني. سيبني عليه. معلش استنى. يا فلاشايه يا سرق بيه. سوري يا حزلقوم اتاخرت عليك، اصل بعد ما انت اديتني الفلاشايه. ايه الهبل ده؟ انا اديتك فلاشايه؟ ايوه اديتني الفلاشايه في الحفله لما كنا واقفين عند منط البسين. لما كنا عند البسين. وانت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ سبالي ساعه مالك فاصل في ال 1000 جنيه بتاعتك؟ عرقك؟ فلاشتك معاك يا ابن والدي؟ السلام عليكم. يلا بينا بلاش كلام فاضي يلا. أنا شاكك إن الواد حزلقوم ما اداش الفلاشة للبت جيرمين على منط البسين، وجيرمين جت لغاية هنا وعملت علينا الفيلم ده علشان تستره قدامنا. خدت بالك لما قرصته في كتفه؟ تفتكر في بينهم حاجة؟ يا بيه ده لولا إن إحنا في 2010 كان زمانهم بكرة الصبح في مكان من الاتنين، يا إما جروبي يا كازينو على النيل. كويس ان احنا جينا هنا، الدنيا كانت زحمه قوي في جروبي. عايزين مش حرمك من حاجه اهو. لا ده كده يعني فل. انا قلت اجي اعزمك على برتقال واجيب لك هديه واكسر عينك عشان تبقى ايه واحده واحده كده ايه قصاد حركه الجدعانه بتاعت امبارح. اللي صحيح يا جيرمين انت جبت الفلاشات ازاي؟ مفيش، انا بعد اللي حصل امبارح في الحفله خفت طبعا لا يكون جرى لك حاجه فدخلت المكتب. خفت؟ خفت عليا انا؟ خفت عليك. افرض كان حصل لك حاجه يعني كانت المهمه مش هتكمل. طب سؤال شخصي كده يا جيرمين عدم المؤاخذه يعني. يعني واحدة بسم الله ما شاء الله يعني جميلة ومهذبة زيك ومرعرة ما شاء الله يعني. ايه مفيش حد في حياتك؟ لا كان في زمان كنت مخطوبة بس ما حصلش نصيب. كان بيضربك ويذلك؟ لا. كان بيسبلك؟ لا طبعا. الجزمة؟ خانك معاه اصحابي؟ لا خالص، هو كان كويس جدا بس ما كناش متفاهمين يعني ما اتفقناش وبعدها ما لقيتش حد ارتاح له بصراحة. بصي الحاجات التغيرة يعني في الأول وفي الآخر اسمه نصيب يعني. يعني ممكن تلاقيه تمام وأبوه عنده مشتل والبت شغالة في سنترال ومتدينة وكل حاجة وفجأة سبحان الله يعني. طب حزلقوم انا اللي عايزه اسالك سؤال. اتفضل. انت عمر ما كان عندك جو يعني؟ ايوه جو. لا مفيش طبعا، بس حرام. حرام؟ حرام ليه؟ اصل احب في واحده واتجوزها واخلف منها عيل واقوم مطلقها عشان مش عارف اصرف عليها، فتروح تتجوز واحد غني قاعد بقى يعذب الواد يصعب سجاير والواد يطلع مجنون وعنده بتاع في رقبته وعليه حرام طبعا. ده ايه الخيال الاوفر ده يا حزلقوم؟ بص انا مش معاك في فكره ربط الحب بالفلوس، اصل اي اتنين ما بينهم علاقه المفروض. مالك ايه؟ اصل انا مستغربه قوي ان انا قاعده بتكلم الكلام ده وانا شايفه قدامي ادهم اللي هو انا عمري ما كنت هتكلم معاه كده. عارف يا حزلقوم ايه اكتر حاجه عجباني فيك؟ ايه؟ انك عندك طموح واصرار مصمم تنجح لاخر لحظه مع ان سوري يعني امكانياتك ضعيفه وذكائك محدود. الحمد لله الحمد لله. انا عايز اقول لك من صغري على فكره في المدرسه كل المدرسين بيقولوا لي يا حزلقوم انت ذكائك محدود وعدى كل الحدود. الحمد لله دي نعمه وفضل من ربنا. الحمد لله. انت مين مثلك الاعلى يا حزلقوم غير مامتك؟ انا مثلي الاعلى. قول انت الاول. طه انا مثلي الاعلى اوبرا، تعرفها؟ طبعا، دي المحطه اللي قبل السادات على طول، ده الطريق اللي هو مش المرج بس دي زحمه يا جيرمين. لا يا حزلقوم، اوبرا دي اشهر وانجح مذيعه في العالم. دي المذيعه الشهيره دي. ايوه بس شفتي متشافه عنها على فكره.
طب حزلقوم انا قلت لك مين مثل الاعلى انت ما قلتليش. انا مثل الاعلى الاستاذ مصطفى كامل. الله اللي قال لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون مصريا. ايوه واللي قال بردك اشتا يابا اشتا اشتا يا عمو اشتا كله اشتا اشتا هو ده ومصريا نكت في نفس الالبوم. حك عليه انت طيب قوي يا حزلقوم. ربنا دي من معروف جرمين نك الحساب غالي. طب حزلقوم بما اننا لوحدنا يعني ايه مش عايز تكلم مامتك؟ ايه المزاولة انت بتزاوليني يا جرمين؟ والله ما قصدتش بهزر معاك. فكرتيني صحيح عايز اكلم سراج صرف لي حبه فلوس عند ميعاد امي الاسبوع اللي جاي عايزك بلا هديه. ايه ده كل سنه وهي طيبه وانت بالصحه والسلامه. طب تحب اسلفك لحد ما سراج يصرف لك الدفعه؟ شايف انا على الكوارك ايه خراق يعني ايه برضو انا اشرحها لها ازاي دي حول الله يا رب. شكرا يا برنس. انت مش موت يا ابني حال عزيزي اشيائي. لا دي اشياء جرمين. اذا ايه ده انت مجنون. ايه جرمين جرمين اهدي يا علي انا فاهمه غلط. تعالى بس نتكلم انت راجل لراجل بعيد عن الحريم. تعال بص يا برنس الدنيا حر مش ناقصه الا تعذيب ولا فرهضه. انت اول مره اخرج فيها مع الحته بتاعتي خليك شنطه البقر. ها انها موزة. بقول لك ايه طلب نفسك لعملها معاه. انا اشيائي ايه اللي انت بجيب لكش عندي اشياء وننزي على روحك واخرك هات. اشيائي وليلة ساك انتظر ارجوك لا تقتل رجلا ضعيفا رضيعا امام البصه بتاعته. ينفع كده ابو كبدي صح؟ هي دي اخلاق النينجا. ولكني ساعود براحتك يا باشا اديك عرفت المطعم. زي ما بقول لك كده يا ادهم في حد دخل المكتب بتاعي واللي دخل المكتب ده ممكن يكون خد ورقه كده ملف كده او حاجه من على الكمبيوتر. ايوه صح الكمبيوتر. حاسه كانت مليانه ناس. انا خلاص ما بقتش اثق في حد خالص ما بقتش اثق في الناس اللي موجودين حواليا. لا يا راجل احنا رجالتك ما تثقش فينا ازاي بس يا عم الحاج. اسمع احنا هنقابل الناس بكره عشان نخلص الديل نقول لهم يسلمونا البضاعه في ظرف 3 ايام بعدها انا هسافر واسيب لك البضاعه انت والرجاله تصرفوها بعد كده تبعت لي فلوسي في البنك فاهم؟ اعتبر الموضوع ده خلص يا عزام بيه انت وراك رجاله. اسمع ادهم في ظروف اللي زي دي ما اقدرش اعتمد غير على واحد زيك واحد بثق فيه وبحبه زي ابني. انا واثق كمان انه بيحبني زي ابوه. انت ده مقصر فيا قوي يا عزام بيه. انت راجل طيب قوي يعني انا مش عارف هم ليه عايزيني. بص يعني خلي بالك من نفسك خصوصا اليومين دول ماشي. بص يا حزلقوم اللي فات كله كوم واللي جاي ده كوم تاني. الاتصال ما بيننا في الفترة اللي جاية لازم يكون في أضيق الحدود تمام؟ ربنا يستر. ما تخافش احنا هنبقى دايما جنبك بس من بعيد. خد يا حزلقوم البس دي. متشكر يا باشا كتر ألف خيرك. أنا لابس أختها بالظبط. إيه دي سلسلة فيها جي بي إس جهاز تتبع علشان نقدر نعرف مكانك. اتفضلي. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازيك يا جرمين؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا جرمين؟ ازيك يا حزلقوم؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام. خلاص يا ستي اخيرا هترتاحي مننا. الفتره اللي كنا محتاجينك فيها في المهمه خلاص خلصت وبكده يبقى دورك معانا انتهى.
احنا متشكرين جدا. ليه هي المهمه قربت ولا ايه؟ المعلومات دي مش مفروض انك تعرفي عنها حاجه ابدا. ده علشان مصلحتك وسلامتك اولا. طب على فكره لو حضرتك محتاج مني اي حاجه انا ممكن. بالعكس الفتره اللي جايه انا محتاجك تحت فيه، لان عزام شاكك في كل اللي حواليه، واعتقد ان انت عملتي كل اللي طلبناه منك وزياده. الرخص وصلتك؟ وصلتني. اه كله تمام. اه ميرسي. طيب ربنا يوفقكم. ربنا معاك. باي باي. باي باي. مع السلامة يا جميل. باي باي. طب يعني عدم المؤاخذة، وبالنسبة لأنسة جرمين هي كده خلاص مش معانا تاني؟ اه خلاص. طب انا عايز اروح الحمام ممكن؟ اتفضل خش الحمام. والله هو هنا؟ اه. طب ممكن اروح هناك؟ اتفضل. جرمين؟ ايه جرمين؟ انت كده بره وحتى شكرا شكرا سلام سلام، ولا كأنها اخر مرة نتقابل فيها؟ ليه بتقول كده يا حزلقوم؟ ان شاء الله هشوفك تاني. والله ما عارف يا جميل، اصل عم سراج قفلني بصراحه من ساعه ما اداني السلسله دي. سلسله ايه دي؟ مش عارف، بيقول لي فيها جهاز بي ام اكس بيجيبك في اي وضع انت فيه في اي مكان. جي بي اس. يعني انت مش عايز اي حاجه؟ ميرسي يا حزلقوم، عايزه سلامتك. الله يسلمك. بصي انت معاكي رقم امي، كلميني في اي وقت لو عايزاني. حاضر ان شاء الله. وانت ربنا معاك في اللي انت داخل عليه ده. بس انا متاكده انك قدها وهتعمل حاجه كويسه قوي ان شاء الله. والنبي والنبي ربنا يستر. بصي يعني هي كانت فرصه سعيده وعهد مين ده؟ اعمل ايه؟ لا يعني قولي وعهد الله. وعهد الله وحق من جمعنا من غير معاد. انت اكتر بني ادم سرحت لها بعد امي. وانت كمان يا حزلقوم، انت ما تعرفش انا ارتحت لك قد ايه. خلي بالك من نفسك بليز. وانت كمان يا جرمين. لا 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 الله محمد رسول الله. على فكرة يا دب أنا عايز أتكلم من الموزعين بقى. أنا عايز أخلص الموضوع ده بمنتهى السرعة. إن شاء الله كله هيبقى زي الفل. أنا عارف إن الموضوع ده سهل بالنسبة لي. مع الأزمة الموجودة اليومين دول الموزعين هيشتروا منك النهاردة قبل بكرة وبقية الناس. أه وإحنا برضك يعني جامدين في السوق، مش إيه ده؟ إيه مين؟ أه لا ولا حاجة. وصل يا باشا. خليهم يتفضلوا. Thank you. So, Mr. Azam, we were discussing the terms of the deal yesterday. The quantity you want is very huge. Don't you think? Yeah, Sassy. Don't worry about that, my friend. I can handle it. The problem is that I want to finish this job as soon as possible. You don't worry, Mr. Azam. Your gift is already here. Just tell me when and where. Sorry, telephone, trip, huh? Sorry for the interruption. You were saying? Hello? I'm going to show you. خضتيني في حاجة؟ أصلك وحشتني قوي يا حبيبي، قلت أكلمك. وأنت كمان وحشتيني يا ست الحبايب. كان نفسي أكون معاك دلوقتي. كل سنة وأنت طيبة. وأنت بألف صحة وسلامة، ولا يهمك. ما هديتك وصل. هديتي إيه؟ خد كلمة. أيوة يا حزلقوم. إيه ده؟ جرمين؟ أنت إيه اللي وداك عند أمي؟ جيت أوصل لها الهدية اللي أنت اشتريتها لها. أنا اشتريت لها هدية؟ أيوة بقى يا ابني. آه So, this is gonna happen. What's happening, Mr. Azam? Nothing. I think that they are checking the right system. عارف اشكرك ازاي يا جرمين؟ بجد والله. It's gonna be transferred to your. See, it's already fixed. He's a little bit. جرمين، بقول لك ايه؟ ممكن اطلب منك طلب؟ قول لأمي بقى على كل حاجة، قولي لها على كل حاجة، نفسي خليها تفتخر بيا كده ولا مرة ماشي؟ قولي لها بقى إن أنا في مهمة سرية
وريلها بقى عشان كان مدربني، وريلها بقى عن مضايقها، وريلها بقى انه من الاخر ابنك حرمها بطل عشان شغال مع الحكومه، ومش هيهتلوا بال الا لما يلف حبل المشنقه على رقبه عصام الكلب. ماشي؟ بس بقول لك ايه؟ شددي عليها ما تكبش سيرها لحد. ينكبش. Are you okay, Mr. Azam? Hey, I'm looking so. Let me go. Hey, ba, how are you, Malik? Can I call you, ba? مش هعترف. موتني. اسمعني. مش هلطع ولا كلمة. مش هلطع ايه؟ ما انت قلت كل حاجة خلاص. ايه ده صحيح. وما انت يا عم بتعصبني ليه يا عم؟ عشان انت عبيط. وبعدين ايه الاجواء القديمة اللي انتوا عاملينها دي؟ جابين لي واحد شبه ادهم وزرعينه مكانه. في ايه؟ مين اللي عامل لكم الخطه دي؟ محمود المليجي؟ لا يا عم ده سراج باشا، ولعلمك بقى انا قلت له انها قديمه قوي ومفقوسه وما تخلش عليها اي عيل صغير، انما هو بقى ايه شبط فيها وحب يجود. طب بالعند في السراج بتاعك ده بقى انا هكمل الديل وفي ميعاده وانت اللي هتساعدني. لا يا عم حد الله ما بينه وبين الحرام يا عم كله الا المخدرات، بص اللي عايز تعمله فيها اعمله. كده. انا كنت متوقع الاجابه دي. الو يا سراج باشا. ايوه حزلوم، ايه الاخبار عندك؟ انا عرفت ميعاد ممكن التسليم. ثانيه هخليك معايا. اتفضل حضرتك. قول هات لي احداثيات المكان ده بالتحديد. حرك كل القوات على هناك واحنا هنتحرك ورا حزلوم. توكلنا على الله. يلا بينا يا بطل. طب هما يجرمين؟ ما تقلقش عليهم، رجالتي هياخدوهم لمكان امان بعد ما نتحرك من هنا. ايه ده؟ هما مش هيفضلوا هنا؟ طب انا عايز اشوفهم. ابني حبيبي. انت كويسين؟ انت كويسه يا امه؟ انا كويسه يا حبيبي. معلش انا اللي ورطتكم معايا الطاوليطه السوداء دي، معلش يا جرمين. ملوش داعي الكلام ده يا حزلقوم، المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف بس ان شاء الله تعدي على خير. اهم حاجه ما تقلقوش. يلا يا ابني خلصنا. ماشي يا عم. خد يا عم. خد البسي دي. ايه دي يا ابني؟ خد البسي يا عم وابوس ايدك ما تقلعهاش. حاضر يا عم. خلوا بالكم من نفسكم. يلا يا ابني. خلي بالك انت من نفسك. استنى واحده يا فندم، في حاجه غريبه جدا بتحصل. ايه؟ الاشاره بتاعت السلسله ما اتحركتش من الفندق اصلا. ازاي؟ ده حزلقوم لسه مكلمني وقال لي انه اتحرك في عربيه عزام وهم قدامنا هم. خلينا وراه. اطلع اطلع. سؤال شخصي عدم المؤاخذه يا جرمين يا بنتي، يعني واحده زيك كده بسم الله ما شاء الله متعلمه ومهذبه ومقرقره ما شاء الله. من غير ما تكملي يا طنط انا ما فيش حد في حياتي. يا اختي ونبيها كمان ما شاء الله. اسم الله اسم الله. يلا يا جماعه. يلا يا ستي انتوا ايه؟ ايه بقى هتودونا على فين تاني؟ يلا دلوقتي. طيب بالراحه علينا شويه. يا فندم في حاجه اغرب بتحصل دلوقتي. ايه؟ السلسله اتحركت وماشيه في عكس اتجاهنا. اكرم اقطع عليهم الطريق. ازاي يا فندم؟ اسمع اللي بقولك عليه، اقطع الطريق. مفيش حاجه. اطلع. والله كنت عارف، يا ريتني كنت قلت من الاول. المهم حزلقوم فين دلوقتي؟ لما يجوا انا عايزك تبقى هادي كده ومطيع علشان الامور تمشي على خير وكله يبقى تمام. والا يا باشا والله امي وجرمين ما لهمش اي ذنب. انا قدامك ولو عايز تزيني زين. انا اوعى كنت فاكرني حاطك في دماغي. انت لو كنت نبيه وذكي كنت اديتك قرشين وخلصت منها. انما انت عبيط وهبل. فاهم يعني ايه عبيط وهبل؟ ايه
سواج مهمة. مش بقول لك عبيط وهبل. أو قوم. تليفونه اتقفل. يلا هنتحرك ورا السلسلة. Did you get the message, guys? These are friends. I got my money. Here you are. أنت دلوقتي بقيت راجل بجد وخليت لنا قيمة بصحيح. أنت طيب قوي يا حزلقوم. عايزك تعرف يا حزلقوم إن اللي أنت بتعمله ده علشان مصر. اعمل الصح. مفيش جديد يا حسام؟ لا يا فندم. السلسلة مستقرة في مكانها وما اتحركتش. ربنا يستر بس وما يتحركوش تاني. واحنا يا فندم يعني لازم كل مرة نوصل متأخرين؟ زماننا دلوقتي فدنا شوية أكشن حلوين والله. دوس يا أكرم. خلينا نلحق الأكشن. شوف يا جرمين يا بنتي، المثل بيقول اخطب لابنك وما تخطبش لبنتك. لا قصدي هو بيقول ايه، اخطب لبنتك وما تخطبش. مش مهم يا طنط، ما علينا. انت زي بنتي وحزلقوم ابني، فانا بصراحه كده عايزاك لابني. حضرتك تكسفيني يا طنط. اكسفك ده ايه، بس هو يرجع، ده ابني وفقري وانا عارفاه. ان شاء الله يرجع بالسلامة. يا رب يا رب. تامي قولي العيال دي تنزل سلاح. ارمي وجرمين. انا اهو انا اهو يا حبيبي. ايه البوليس جاي دلوقتي حالا. امال انت مفكر ايه؟ الواد ده مش كان قاعد حماته قبل كده ولا ايه؟ لسه لغايه دلوقتي ما لقاش اشياءه؟ يبقى انا لوحدي هات لي ثلاث مرات قبل كده وبولع فيه ولسه عايش حاجه، استغفر الله العظيم يعني. طب بلا اذن انا بقى. خلص عليها. عين اشياء. اشياء ايه يا ابني؟ اصمد مكان. وقعته يخرب بيتك، يخرب بيتك.
وقعتوا انت لبست المطب يا عم. شكرا قوي يا حزلوم. تعالى يا باشا، احنا خدامينك يعني وبتوعك، ودي مجرد مهمه صايصه. انا فخور بيك بجد، عرفت بقى حلاوه ان يبقى ليك قيمه. انت صح. هتوحشنا قوي يا حزلوم، خد بالك من نفسك. وانت كمان يا باشا. باشا بقول لك ايه، في حوار كده كنت عايز اكلمك فيه عشان ايه ما بقاش شايل منك يعني حاجه. قول يا حزلوم. بالنسبه للصوبة اللي حضرتك قطعته لي ده، ولا حد بص عليه ولا ليه اي 30 لازمه، ولابس جزم طول المهمه ومحدش سالني عنه. خلاص يا حزلوم، ما قلت لك هعوضك عنه ماديا. لا فين بقى؟ فين شفتش حاجه انا؟ فين يا عم حسين؟ في شيك هيوصلك بمبلغ اكتر من اللي اتفقنا عليه بكتير. مرضي كده؟ اذا كان كده ماشي يا عم، يعني كده تبقى المصلحه رضيت. اشوف بقى المصلحه الثانيه. ها؟ سلام. ايه يا ترميم؟ عامل ايه دلوقتي؟ انا اسف اسف. حزلوم ميرسي قوي قوي انك انقذت حياتي. انت بجد كبرت في نظري جدا. طب ما انا كل ما اجيب لحد يقول لي متشكر وميرسي وكبرت وصغرت. يعني بقول لك ايه، انا عايز اجيب الحاجه واقابل ابوك وامك، ماشي؟ ها؟ على فكره تقريبا الحاجه بتقابل ابويا وامي، ماشي؟ نهار اسود على الحاجه. تخلص على طول. انا كان نفسي اعيش معاك شويتين في الاول دول، نشد سوا على المقطم، نطلع على مصنع كراسي. طب احنا ما ينفعش نطلع مصنع كراسي واحنا متجوزين؟ انت صح. لعلمك بقى انا كنت بختبرك. ماشي. طلعت برنسيسه. احنا بينا عشان نطلع المستشفى؟ ماشي هطلع معاك. تفتكر هيتجوزوا؟ يا باشا الحدوته دي عمرها ما تخيب ابدا. انا قلت كده برضه. الله اسم الله عليك يا جرمين، انت هتسوري اجيب لك سبورت؟ لا لا انا بس زبرت. مين يا حزلقوم؟ ما تقفليش منك بليز. خلاص اهو خلاص. ايه يا اسطى اطلع بينا. انت كويس يعني؟ احلم واحلم واحلم اكتر نوع حلمك يبقى كفوز. احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس. احلم واحلم واصبر واتقل مهما كان الحلم.
ايدك يبعد بيك عن كل وجود في اللي بيرضى بيبقى موجود ويعيش ولا بيهمه العمر واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه الصبر واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحط في الصخر في اللي حلمه ابتدى بسجاره كلنا عارفين ده بيحشيها يقعد يحلم بس خساره يخلص حلمه ما يطفيها في اللي بيحلم يبني عمر واللي في حلمه نفسه يهد واللي في حلمه عامل عنتر واللي يخاف من حلمه بجد عكست كبرت انا لسه صغير لا انا سبت ما تحلم انت اصلي ضعيف واكيد مش هقدر سيبني في حالي ما عنديش مصدر دي حاجات بنقولها ولا مفكر وحاجات بايتة وكلها ورا لو هتحاول مرة تجرب احلامك هتشوف العين احلام صحي واحلام نايم احلام وفي كلتا الحالتين عمرك كنت تصدق حديده بيك تطير بدات حلمه فكره جديده ليه ما يكون لك نحوه لو حد كان قال لك من 100 سنه او حتى 200 في شيء اسمه الطياره زي العصفوره بجناحين تطير تسافر بيك وانت وعيلتك فيها قاعدين قالوا الناس مجنون ردوا قال لا انتوا العاقلين الحقيقه هو العاقل الافكار هي المجانين اللي عملها يفرق ايه عنك عن السامعين كان واحد زيك يعني ملوش اربع رجلين او عين واحده في وسط دماغه او فوق راسه فيها قرنين فرق واحد منكم ما كانش تخين اللي بيحلم يلعب كوره في تريكه يهب في الوش ومصطفى من غير رجلين وعدى سباحه المنش